أيتها السيدات، أيها السادة، مساءكم سعيد. نرحب بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الوثائقي، سهرة كل يوم أحد. الوثائقي في هذا العدد يتناول مسيرة شعب بأكمله، وهو يبني مؤسسات دستورية ويبني لحياة آنية ولحياة مستقبلية عبر مؤسسات ممنهجة ومؤسسات متطورة تتطور وفق مقتضيات الحالة ومقتضيات العصر. الإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية كان في 27 فبراير مثل هذا الشهر من العام 1976. أما القضية الصحراوية فمسجلة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1963، لكن تلك الفترة لم تكن بفترة فراغ أبدا. الوليد الجديد اليوم هو كيف تمكن شعب كان يظنه البعض شعب يعني غير قادر على بناء مؤسساته. من خلال هذا الوثائقي سوف نتعرف على تلك الخطوات، ومن أجل تقديم الإضافة والشروحات استضفنا معنا السيد محمد لامين المكلف بالإعلام بسفارة الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر. نرحب بك. شكرا على الدعوة، وشكرا للتلفزيون الجزائري على الاهتمام والمتابعة المستمرة. أكيد. كما سوف ندخل في الاتصال عبر الهاتف مع الأستاذ محمد سالم أحمد العبيد عبر الهاتف كما قلت، وهو مدير تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية. نتابع 41 عاما على طريق التحرير والبناء من إنتاج التلفزيون الوطني الصحراوي بصوت محمد إسماعيل. نتابع ثم نعود إلى النقاش. الحمراء ووادي الذهب علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. بالإعلان عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 من فبراير عام 1976، يكون الشعب الصحراوي قد قطع الشك باليقين ووضع حد لسنوات من الانتظار السياسي. فمنذ عام 1963 والقضية الصحراوية تراوح مكانها في أدراج منظمة الأمم المتحدة، تنتظر على لائحة الأقاليم التي لم تقرر مصيرها ضمن القرار 15-14 للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والتي زكتها قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والرأي الاستشاري القانوني للأمم المتحدة. الأمم المتحدة حددت موقفها مما يجري في الصحراء الغربية بشكل واضح وقاطع، وصفت التواجد المغربي في الصحراء الغربية بالاحتلال بالقوة. ومنذ الإعلان عنها ظلت الجمهورية الصحراوية تكرس إرادتها القوية في بناء مؤسسات دستورية ونظام جمهوري مبني على الممارسة الديمقراطية ومبادئ العدالة والمساواة المتضمنة في دستور الجمهورية، الذي يعتبر الضامن لكل الحريات والصائن للحقوق الأساسية للمواطن. وبعد الإعلان عن الجمهورية الصحراوية، رأت النور أول حكومة صحراوية بموجب بيان صادر عن المجلس الوطني المؤقت في 4 مارس 1976 بأمجال المحررة، وضمت إلى جانب رئيس مجلس الوزراء 3 وزراء وأربعة وكلاء للدولة. أما اليوم وبعد 41 عاما من العمل المتواصل والتسيير في شتى ميادين الحياة، فتضم 30 حقيبة وزارية تتوزع على تسيير الشأن الوطني العام، رأسها وزير أول. منذ الإعلان عنها
عملت الدولة الصحراوية على المزاوجة بين التحرير والبناء، وأولت عناية كبيرة للعنصر البشري، واستثمرت في ميادين التثقيف ومحو الأمية والتأهيل وترقية الأداء. وظل الانتماء لجيش التحرير الشعبي الصحراوي وسام شرف يعتز به السباقون ويرنو إليه الطامحون. فبرز التسابق إلى ساحات الوغى وميادين الشرف، ما أهل المؤسسة العسكرية لتكون حقل استقطاب للقدرات الشابة والمؤهلات العلمية التي ساهمت في تفوق جيش التحرير الشعبي الصحراوي في الملاحم التاريخية التي ذاقت فيها القوات المغربية شر هزيمة، وأبان فيها جيش التحرير الشعبي الصحراوي شجاعة وبسالة ميزت 16 سنة من القتال المحتدم والمعارك الطاحنة التي أثبتت فشل الجيش المغربي وسيطرة جيش التحرير الشعبي الصحراوي صانع ملاحم الخنقة وآك جيجمات والمسايل والبيرات، محرر المحبس وبئر زران، مدمر قوات أحد والزلاقة، لؤلؤة التاج الصحراوي وإكليل فخره، سيف الصحراء البتار الذي فتك بقوات ملقطة ودمر أمجالة وجندل العبيد عبد السلام وهزم جنرالات الاستعمار المغربي من الدليمي وصولا إلى بناني، وبعثر فلول قوات الحسن الثاني في كل موقعة وحادثة، وأفشل تكتيكات أركانه وتشكيلاته. نما وتطورت خبراته القتالية ومعداته الفنية، وتنوعت أسلحته وفق تطور مراحل القتال واستجابة لمتطلبات المعركة التحريرية، ليقف اليوم بعد 41 عاما من ميلاد الدولة الصحراوية على تكامل في التشكيلات والأركان. وزارة دفاع تشرف على الجوانب التنظيمية والإدارية واللوجستية، تدعمها تشكيلات إدارية تستجيب لمتطلبات الجيوش الحديثة. أما ميدانيا فيفخر الشعب الصحراوي بنواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي المتمركزة في الأجزاء المحررة من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تنتشر من أقصى الجنوب الغربي من أرض الوطن حتى أقصى شماله الشرقي. أما على المستوى الذاتي فيمكننا تسجيل القوة العددية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي من خلال تواصل التحاق الشباب بالوحدات المقاتلة بعد المرور بمدارس التأهيل العسكري، وكذا عبر إفادة الدفعات المتتالية من ضباط وضباط صف للتكوين العسكري في مستويات عالية من التخصص في العلوم العسكرية، ما أهل جيش الدولة الصحراوية ليصبح مكونا من القوة الأفريقية للحفاظ على الأمن والاستقرار في إفريقيا. وعلى طريق البناء، تأسس المجلس الوطني الصحراوي في 28 من نوفمبر 1975 كسلطة تشريعية استشارية، ثم تطور منذ 1995 ليصبح جهازا تشريعيا ورقابيا يصادق سنويا على برنامج وطني ملزم للحكومة في ميادين تحتل فيها برامج تشغيل الشباب ومحاربة البطالة وضمان خدمات اجتماعية في ميدان التعليم والصحة أولى أولويات الجهاز التنفيذي، إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية التي ينخرط فيها الأطفال عبر برلمان الطفل إلى جانب بقية الشرائح الاجتماعية. وعلى مر سنوات عديدة من التطور، ساهم المجلس الوطني الصحراوي في بناء مؤسسات الدولة الصحراوية وترقية الأداء، وصادق على عدد من القوانين، منها القانون العضوي المتضمن تنظيم المجلس الوطني الصحراوي وعمله، وكذا العلاقة الوظيفية بينه وبين الحكومة، إضافة إلى ترسانة أخرى من القوانين المنظمة للحياة الوطنية وأخرى ذات الصلة بعلاقاتنا مع منظمتنا القارية الاتحاد الأفريقي.
أما السلطة القضائية فعملت الدولة الصحراوية على تطويرها وحرصت على استقلاليتها وسهرت على حماية المتقاضين وضمان شروط المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء، وأسست كل الهيئات المسيرة للسلطة القضائية. ويقوم النظام القضائي على تسلسل المحاكم وحرية التقاضي، وتؤطره هيئات عليا، مجلس أعلى للقضاء وآخر دستوري، إلى جانب مؤسسات للمحاماة أخرى لإعادة التربية ورعاية الأحداث رغم تدني مستوى الجريمة في الدولة الصحراوية. كما تمت ترقية المكتب الاستشاري لدى رئاسة الجمهورية المعني بحقوق الإنسان إلى اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسات تحظى بالعضوية في مثيلاتها في منظمتنا القارية الاتحاد الأفريقي. وفي الميدان الاجتماعي أولت الدولة الصحراوية المرأة عناية خاصة ومكنتها لترتقي أعلى المراتب، ونهجت منذ البدايات سياسات ناجعة لترقية المرأة وحماية الأسرة ورعاية الطفولة، فحققت برامج محو الأمية والتثقيف والتوجيه النفسي والقانوني والاجتماعي وتنفيذ مشاريع الإدماج المهني نجاحا كبيرا، مكنت المرأة الصحراوية من ترقية مشاركتها السياسية في كل الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، لتصل نسبة مشاركتها في الهيئات التشريعية أكثر من 33%، فيما بلغت مشاركة المرأة في التسيير العام لمرافق الدولة الصحراوية نسبة 90%. وعلى مدار 41 عاما من البناء، صانت الدولة الصحراوية حق الملكية والعمل ومجانية الخدمة الصحية ومجانية التعليم وترقية حقوق الإنسان وحرية التعبير. عملت الدولة الصحراوية على محاربة الجهل والأمية، وسلكت نهج مجانية التعليم وإلزاميته من خلال منظومة تعليمية متكاملة غطت في بداياتها المرحلة الابتدائية لتتمكن من تغطية كل مراحل التعليم على مستوى الولايات والأراضي المحررة ولكل الفئات العمرية. عكس تطوراً ملحوظاً أنتج اليوم آلاف الخريجين في مختلف الاختصاصات، وأحدث نقلة نوعية في أداء مؤسسات الدولة الصحراوية وعمل هياكل الحكومة. وشهد الميدان الصحي تطوراً نوعياً، ونجحت المنظومة الصحية في ضمان مجانية الخدمة الصحية وتوفير الأدوية والمعدات والتجهيزات الضرورية بفضل شبكة من العلاقات مع عديد المنظمات والهيئات العالمية والانخراط في برامج مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية والوفاء بالتزامات الدولة الصحراوية تجاه مقررات الاتحاد الأفريقي في الميدان الصحي. وفي الميدان الاجتماعي بصفة عامة، أثمرت جهود الدولة الصحراوية في كل الميادين وأعطت نتائج باهرة انعكست في النسبة المتدنية للأمية في المجتمع الصحراوي والقضاء على الأمراض المعدية وضمان الرعاية الصحية لكل المواطنين. وعلى مدار 41 عاما من عمر الدولة الصحراوية، لعبت المؤسسات ذات الطابع الخدماتي دورا بارزا ليسجل الهلال الأحمر الصحراوي مواكبة مستمرة للمواطن في المراحل العويصة والظروف الصعبة، وعملت طواقمه جاهدة لتقديم خدماتها للمحتاجين رغم حداثة التجربة، وحافظ على ديمومة برامجه رغم المتغيرات الدولية وآثار الأزمات وتأثيراتها على الداعمين والمانحين الدوليين، ونوع من مصادره وعلاقاته الدولية مع المنظمات، كما انخرط في ميادين جديدة مثل برامج الإسعافات الأولية خاصة أثناء الكوارث الطبيعية. أما مؤسسة النقل فقد ساهمت في تسهيل الحياة اليومية للمواطن، ووفرت مواكبة متواصلة، وسهرت على إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتغطية مختلف عمليات النقل للبضائع
والمؤن والتجهيزات والمياه وضمن التنقل المجاني للمواطن والمساهمة في نظافة المحيط وتخفيف آثار الكوارث رغم شح الإمكانيات وصعوبة الظروف وطرام المسافات وصعوبة المسالك. أما الإعلام الوطني فرأى النور حتى قبل ميلاد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وشكلت الإذاعة الوطنية مدرسته كما هي آلية ساهمت ليس فقط في مواجهة دعاية الاحتلال المغربي والرد عليها ومواكبة الفعل الوطني في جبهات ساخنة، بل وأيضا في مد بقية مؤسسات الإعلام وغيرها بالأطر القادرة والمتمرسة. وتطور الإعلام الوطني عبر مؤسساته من إذاعة وجريدة سنة 1975 إلى وكالة للأنباء وقناة تلفزيونية ومواقع إلكترونية يدعمها أرشيف إعلامي متكامل. وظل الإعلام الوطني يلعب دورا فاعلا في تنوير الرأي العام الوطني وتثقيف الجماهير وإيصال صوت الشعب الصحراوي إلى كل أصقاع العالم، وشكل لأكثر من 40 عاما جسر تواصل بين الجماهير الصحراوية في كل تواجداتها. منذ الإعلان عنها في 27 من فبراير 1976 شكلت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عامل استقرار وتوازن في المنطقة. وفي الآونة الأخيرة بذلت الدولة الصحراوية جهودا معتبرة لحماية المواطنين ومواشيهم من فتك الألغام، ووقعت على اتفاقية تعاون وعمل مع منظمة لاند ماين أكشن من أجل تطهير الأراضي الصحراوية المحررة من الألغام المضادة للأفراد التي زرعها المغرب على طول الجدار العسكري الذي يقسم الصحراء الغربية إلى جزئين على طول أكثر من 2500 كيلومتر. وتنخرط الجمهورية الصحراوية في المجهود الدولي لمحاربة الإرهاب، هي تساند وتدعم جميع المبادرات التي تتخذ على المستويين الدولي والقاري. وفي هذا الإطار صادقت الجمهورية الصحراوية على البروتوكول المرفق باتفاقية الاتحاد الأفريقي حول منع الإرهاب ومكافحته. صادق المجلس الوطني على قانون التعدين والاستثمار في ميدان الثروات والموارد الطبيعية لحمايتها وتوجيهها لصالح المواطن الصحراوي. كما تم إنشاء مرصد دولي لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية حقق مكاسب معتبرة في هذا الميدان. كما أبرمت الجمهورية الصحراوية عقودا للتنقيب عن النفط وغيره من المعادن مع بعض الشركات الدولية. إلى ذلك خاضت الجمهورية الصحراوية معارك قانونية فرضت من خلالها حق الشعب الصحراوي في الحفاظ على موارده الطبيعية وثرواته. إن شكل قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر 2015 انتصارا كبيرا للشعب الصحراوي وتطورا مهما في المعركة القضائية القانونية، حيث أعلنت محكمة العدل الأوروبية وأقرت الإلغاء الفورية للاتفاق المؤرخ في 8 مارس 2012 عن مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بإبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي تعزز بقرار محكمة العدل الأوروبية ديسمبر 2016 والذي يعترف بالوضع القانوني للصحراء الغربية التي اعتبرها إقليما مستقلا قانونيا عن المغرب، ويقر بأن الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء ووادي الذهب هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. وعلى المستوى القاري سجلت الدولة الصحراوية نصرا آخر، حيث أعلن المستشار القانوني في استشارة صادرة عن مكتب المستشار القانوني وإدارة الشؤون القانونية لمفوضية الاتحاد الأفريقي في غشت 2015 واعتمد كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، خلص فيها إلى أنه ليس للمغرب الحق في استكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة الواقعة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وليس له الحق في إبرام اتفاقات أو عقود مع جهات ثالثة فيما يخص هذه الموارد، وبالتالي ضرورة محاسبة النظام المغربي أو أي كيان آخر بشأن القيام بأي استكشاف أو استغلال للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، وضمان تحويل كل الفوائد التي تنشأ عنها لشعب الإقليم امتثالاً للقانون الدولي. وفي الواجهات الدبلوماسية، تمكنت الجمهورية الصحراوية منذ الإعلان عنها من تحقيق مكاسب معتبرة، حيث تحظى باعتراف أكثر من 80 دولة من كل قارات العالم. وبفضل صبرها ومجهوداتها الدبلوماسية تمكنت من تكريس عضويتها دولة كاملة الحقوق في الوحدة الأفريقية. وضمن اهتماماتها بالدبلوماسية، حرصت الدولة الصحراوية على دعمها بالقدرات الشابة وتجديد الهياكل وتكوين الإطارات وتقييم العمل وتقويم الأداء، ونهجت استراتيجية تقوم على عدالة القضية والتعريف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير اعتمادا على الحجج والدلائل التاريخية وقرارات الشرعية الدولية، ما مكن من الحضور المتميز للقضية الصحراوية في المنتديات الدولية وتكريس الاعتراف الدولي بجبهة البوليساريو ممثلا وحيدا شرعيا للشعب الصحراوي، إضافة إلى الحضور السياسي والدبلوماسي في كافة القارات خاصة في إفريقيا، أمريكا اللاتينية، أوروبا وآسيا. بل أن الهيئات الدولية تتعامل مع الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو على أعلى المستويات على غرار الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. ولعل من أكبر مظاهر نجاح الدبلوماسية الصحراوية مطالبة البرلمانات والأحزاب الأوروبية المتزايد باعتراف دولها وحكوماتها بالجمهورية الصحراوية، إلى جانب العمل المستمر على تعزيز مكانة الدولة الصحراوية وعلاقاتها المتميزة بإفريقيا ودول أمريكا اللاتينية، والقيام بالعديد من الزيارات على مستويات مختلفة. فكانت الزيارات الرئاسية الرسمية وحضور مناسبات دولية كبيرة مثل القمم والمؤتمرات والمناسبات الدولية السياسية منها والثقافية وحتى الرياضية، وعقد اتفاقيات للتعاون في ميادين مهمة في مقدمتها التعليم والتكوين والصحة، كما تم تكثيف الاتصالات في دول عديدة إلى جانب ربط العلاقات الدبلوماسية واعتماد السفراء وتبادل الرسائل. منذ الإعلان عنها، حملت الدولة الصحراوية على عاتقها مسؤولية حماية الكرامة الإنسانية وتوفير الأمان لكل الصحراويين، إلا أن أوضاع الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وما يعانونه من تعذيب واختطاف وانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان على أيدي أجهزة الأمن المغربية وقوات الاحتلال الملكية شكلت انشغالا ظل يؤرق كل الصحراويين. فكانت الاستعانة بالهيئات والمنظمات الدولية المختصة على غرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لصد حملات الترويع والإبادة والتصفية الجسدية وممارسة التعذيب وعمليات الاختطاف المؤدية إلى الاختفاء القسري والمصير المجهول. بذلت الدولة الصحراوية جهودا معتبرة واستنفرت الإمكانات واتبعت الأساليب الفعالة لتحريك العالم وإيقاظ الضمائر الحية لإنصاف الصحراويين. فتحركت المنظمات الدولية وأصبح النظام المغربي محل إدانة في المحافل الدولية والقارية والإقليمية، وانتصرت إرادة الجماهير الصحراوية على بطش الجلادين. على طريق البناء، ومنذ وقف إطلاق النار، أولت الدولة الصحراوية اهتماما للجزء المحرر من ترابها، وسطرت برنامجا لإعمار الأراضي المحررة، وأقرت سياسات لبناء ما دمرت الحرب وخرب المحتل المغربي. فكانت البداية بتطهير الأرض من مخلفات الحرب وبقايا الأجسام المتفجرة بالتعاون مع عديد المنظمات الدولية على غرار منظمة لاند ماين أكشن البريطانية.
لتنصب الجهود بعد ذلك على تأهيل البلديات والمداشر المحررة التي تحرسها العين الساهرة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، ويسكنها المواطن الصحراوي التواق للحرية والمستعد للعمل لإعمار أرضه وتحويل صحرائها إلى أماكن تليق بالتجمعات السكنية التي بدأت تظهر بعد بسط سيادة الجمهورية الصحراوية على هذه المناطق. تشكلت بلديات تفاريتي، بيرتغيسيت، مهريز، أغوينيت، زوق، ميجك وبير لحلو نقاط استقطاب استثمرت فيها الدولة الصحراوية وأنشأت المدارس والمستشفيات ونقبت عن المياه وفتحت الأبواب أمام الاستثمار الخاص، ما سهل انتشار الأسواق وتنمية الثروة الحيوانية، وأهل هذه المناطق لتكون متنفسا للمواطنين الصحراويين وربوعا لعقد المؤتمرات وتخليد عديد المناسبات الوطنية وإطلاق مشاريع إنمائية بتلك المناطق في إطار الإعمار والتمتع بالسيادة على التراب المحرر. اليوم ونحن على أبواب العام الثاني من العقد الخامس من عمر الدولة الصحراوية، نقول جازمين أن الجمهورية الصحراوية بعد 41 سنة من قيامها باتت حقيقة ماثلة تحظى بالاعتراف القاري والدولي، وتقيم علاقات مع عديد الدول والمنظمات في العالم، تحترم قيم الديمقراطية ومثل حقوق الإنسان، تسعى لترقية الإنسان وبناء المستقبل وتابعنا إذن 41 عاما على طريق التحرير والبناء، التحرير يلازمه البناء، هكذا عنوان التلفزيون الوطني الصحراوي هذا الوثائقي الذي أنتج في سنة 2017، ولتذكير الصوت كان لمحمد محمد إسماعيل، صوت يذكرنا بالصوت الملتزم أثناء الثورات وأثناء التحديات. كما سلف الذكر السيد محمد لامي المكلف بالإعلام بسفارة الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، نرحب بك من جديد. طبعا هنا تكلمنا ونحن في شهر فبراير، بتحديدا في 27 فبراير من العام 1967 تم الإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ما هي تلك الظروف التي قامت فيها هذه الجمهورية؟ نعم، إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حدث تاريخي وحدث بارز في مسار كفاح الشعب الصحراوي. وقبل هذا الحدث 27 فبراير 76 فالشعب الصحراوي كان مستعمر من طرف إسبانيا منذ حوالي 1884، وكان الشعب الصحراوي واجه الاستعمار الإسباني وواجه عدة محاولات استعمارية أخرى. الشعب الصحراوي قام بعدة مقاومات شعبية، وبعد ذلك مقاومته العسكرية من خلال تأسيس جبهة البوليساريو 1973. إذن 1976 وإعلان الجمهورية جاء في هذه المحطة بالذات من أجل هدفين. الأول بعد انسحاب إسبانيا الفوضوي من الصحراء وآخر جندي إسباني ينسحب، وبعد الاتفاقية الثلاثية المأشومة التي قام بها النظام المغربي والداداهي وإسبانيا. إذن بعد هذه اتفاقية مدريد المأشومة، إذن بعد هذه الأحداث التي تهدف إلى تغيير مسار القضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار، وتهدف إلى يعني إدخال القضية وإدخال الشعب الصحراوي في مرحلة ومتاهات أخرى. إذن جاء إعلان الجمهورية لإملاء هذا الفراغ القانوني المؤسساتي، وأعلن الشهيد الولي مصطفى السيد مؤسس جبهة البوليساريو هذا الإعلان بهدف إملاء هذا الفراغ وبهدف إرجاع الأمور إلى مجراها الطبيعي، بالتأكيد
على أن هناك شعب له حق في بناء دولته وفي استقلاله. والثاني الهدف الثاني وهو كشف المناورات الاستعمارية التي تحاول القضاء على هذا الشعب. ومن هنا في 1976 27 فبراير تم الإعلان عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للتأكيد على وجود هذا الشعب وعلى أهدافه السامية في بناء دولته وعلى أن له حركة تحرير وطنية ممثلة في جبهة البوليساريو وحركة بناء أيضا وحركة طريق البناء والتحرير. إذن من هنا من هذه المرحلة بالذات بدأ الشعب الصحراوي في مرحلة جديدة، بدأ في مرحلة أخذ طابعين، طابع الأول طابع التحرير من أجل التحرير والطابع الثاني من أجل البناء. وفي 5 مارس 1976 تم تأسيس الحكومة الصحراوية التي تهدف إلى تلبية مطالب ومطامح الشعب الصحراوي في تلك المرحلة في تكييف الواقع الصحراوي ببناء مؤسساته وفي يعني مواصلة جيش تحرير الشعب الصحراوي لحربه المظفرة لكفاحه من أجل التحرير والمستعمر. وفي انتظار استفتاء تقرير المصير وتحرير الأراضي الصحراوية وعلى كامل التراب الصحراوي كما تقولون الوطن كل الوطن، هناك من خلال هذا السرد في الوثائقي هذا لمحمد محمد إسماعيل بصوته هناك مرحلة بناء، ونقف عند إحدى مراحل البناء عند الجانب الإعلامي. معنا الأستاذ محمد سالم أحمد العبيد عبر الهاتف وهو مدير تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية. نرحب بك سيدي. أهلا وسهلا. لاحظنا هذا الحضور الإعلامي القوي من خلال الإذاعات يعني المرابطة في الأراضي الصحراوية والعمل الجواري وعمل التلفزيون. التلفزيون حتما هو أكيد أنه حديث النشأة، يعني ما هو واجبكم اليوم؟ يعني كيف تقومون بأعمالكم اليوم؟ طبيعي نحن في إطار مراحل تطور الدولة الصحراوية، وكما قال الأخ محمد أمين يعني الدولة الصحراوية جاءت في ظرف حساس وجاءت لتقرير مصير. أنتم ذكرتم موضوع الاستفتاء. الاستفتاء بالنسبة لنا نحن إعلان الجمهورية في حد ذاته كان هو استفتاء للشعب الصحراوي وكان هو تقرير مصير الشعب الصحراوي. نحن فقط للتصحيح، نحن قبلنا الاستفتاء لما أتت به الأمم المتحدة كحل وسط، وليس أننا نطالب الاستفتاء. الاستفتاء الشعب الصحراوي استفسي في 27 فبراير وقرر مصيره وأعلن الجمهورية الصحراوية كدولة لكل الصحراويين. فيما يتعلق بالتلفزيون الصحراوي هي جاءت في إطار مراحل التطور، كانت الفكرة طبعا مع مرحلة الاستفتاء إلى غير ذلك وتحضير المعركة إلى غير ذلك، وأفكارنا كانت واضحة، الأهداف كانت واضحة، وأولا كسر الحصار الإعلامي المضروب على القضية الوطنية، التعريف بالقضية الوطنية وبكفاح الشعب الصحراوي، لأن القضية الصحراوية كانت تعالج من أصدقاء، تعالج من متضامنين، وتعالج أيضا في إطار تجارة معينة. يعني تظهر القضية الصحراوية للضغط على المغرب وتختفي عندما تحل مشكل تلك الدولة التي لها الوسيلة الإعلامية المحددة. وبهذا قررنا أن ننهي مع هذه المرحلة وأن نبني مؤسسة تسمح للشعب الصحراوي بأن يصيغ هو نفسه خطابه وينشر يبلغ رسالته بالطريقة التي يريد ومتى يريد. إذن كان هذا هو محمد العبيد سيدي سأسمحك للمقاطعة فقط حتى نبني حوارنا على أساس ما بني في هذا الوثائقي، لأنه هناك عدة مراحل نلحظها. التعريف بالقضية الصحراوية، مواجهة التعتيم اليوم أكثر من واجب اليوم أمام ما يجري في الساحة الإعلامية سواء في الجانب في الوسط المغاربي أو حتى في الوسط المتوسط وعلى الساحة الدولية عموما. كيف هو دوركم اليوم ووسائل الاتصال قد تطورت وأصبحت دول الجوار وحتى المستعمر أصبح متطور في هذا المجال، كيف ترون عملكم اليوم؟ كيف تتأقلمون مع هذه المعطيات؟ هذا واجبنا أن نتأقلم مع هذه المعطيات. نحن في حرب، كما نحن في حرب عسكرية، نحن في حرب سياسية، نحن في حرب دبلوماسية، نحن في حرب إعلامية. إذن علينا
أن نبرز الدولة الصحراوية، أن نعرف بالدولة الصحراوية، أن نعرف بمؤسسات الدولة الصحراوية، أن نوجه ونجمع النضال في بوتقة واحدة، نضال جماهيرنا في المخيمات، نضال جماهيرنا في الأرض المحتلة، في الأرض المحررة، في الجاليات، من أجل أن يصب في بوتقة واحدة، وهي بوتقة تجسيد الدولة الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها، وتجسيد حق الشعب الصحراوي الذي هو الاستكمال السيادة وبناء الدولة الصحراوية. نحن نتأقلم أيضا من حيث الرد على الدعايات الماكينة الدعائية الكبيرة للمحتل المغربي وأعوان المحتل المغربي. كلما تطور الكفاح، كلما تقدم نضال الشعب الصحراوي، كلما أصبح العبء كبيرا على وسائل الإعلام سواء التلفزيون أو الوكالة والإذاعة في مواجهة مغالطات المغرب وفي التعريف بالقضية الصحراوية وفي إقناع العالم بوجودنا كشعب ووجودنا كدولة هي عامل استقرار وتوازن في المنطقة وعامل ضروري. على هذا الأساس نحن نعمل الآن مع تطور سيد. أسمحك، يعني من أجل الوصول إلى هذا المبتغى، إلى هذه الأهداف، حتما لديكم يعني مربط الفرس وهو الوسائل البشرية. كيف تأهيلكم هو للوسائل البشرية التي يمكن لها أن تدافع وتتقن عملية الدعاية وعملية الرد على الدعاية والمغالطات والكذب؟ شوف أخي، في هذه العملية نحن الموضوع سهل، نحن وطرنا وطنيين، شباب وطنيين، شباب مقتنعين، ثم أننا ما دام معنا الحق وما دام أن القضية عادلة وما دام أن الشرعية الدولية، وعندما أقول الشرعية الدولية أتحدث عن القانون الدولي وما يقره القانون الدولي في القضية الصحراوية، وأتحدث عن المنتظم الدولي، عند أقصد الأمم المتحدة وأقصد الاتحاد الإفريقي وأقصد الاتحاد الأوروبي وأقصد الهيئات الأممية، أقصد المحاكم، أقصد إلى غير، يعني كل عندما تكون لك الشرعية ويكون لك الحق وتكون مقتنع، فمن السهل أن تتماشى وتعرف أين تطأ، تعرف فيما تتوجه. نحن لا نبحث عن مغالطات لنؤكد حقيقة ما ندافع عنه، نحن لا نبحث عن تزييف للحقائق لنؤكد ما ندافع عنه. الحق ما دام الحق معنا فهذا هو الذي سهل مهمة الإعلام الصحراوي، إذا لا يحتاج إلى تزييف، لا يحتاج إلى البحث عن وسائل الإقناع، لأن كل شيء موجود، كل شيء موجود. وعلى هذا اعتمدنا على الطاقة الشابة، الطاقة الغيورة، الطاقة الطموحة، الطاقة المقتنعة بالقضية الوطنية، الطاقة المضحية، الطاقة المناضلة، لأن احنا إعلامنا إعلام مناضل، إعلام مقاومة، إعلام حرب. وما دام هذا الإعلام هذا هو، فهذا الإعلام صادق، وهذا الإعلام مقنع، وهذا الإعلام يحتاج فقط إلى صياغة الخطاب بالطريقة التي يمكن أن يعني يقبلها الباقي، وهذه سهل، هذه سهل مهمتنا أكثر. سيد محمد سالم أحمد العبيد عبر الهاتف كنت معنا، مدير تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية، أشكركم جزيل الشكر، وسوف تكون معكم أيضا لقاءات أخرى للمزيد من الحوارات والتفاصيل. شكرا جزيل الشكر. نعود إليك سيد محمد الأمين، فبالموازاة مع العمل الإعلامي هناك عمل في الجانب التربوي، جانب الأسرة والمرأة، جانب المؤسساتي. مثلا لما نتحدث عن حقوق الإنسان، فالمكتب الاستشاري لدى رئاسة الجمهورية الذي تطور إلى لجنة وطنية لدى رئاسة الجمهورية لحماية حقوق الإنسان، هذا ما شاهدناه في هذا الوثائق. هناك عمل جبار داخل الكوكب الصحراوي من أجل إبراز كلمة الحق. على كل حال، مثل ما قلنا في البداية أن الدولة الصحراوية خاضت يعني زاوجت بين هذه المرحلتين، بناء المؤسسات بمختلف يعني بمختلف جوانبها، ومعركة حرب التحرير. فمعركة حرب التحرير يعني العامل الأساسي والمحوري هو جيش التحرير الشعبي الصحراوي. الشريط يوثق هذه المحطات، المؤسسات الاجتماعية، جيش التحرير الشعبي إلى آخره. إذن جيش التحرير الشعبي الصحراوي واحد من المحاور، من الميادين الاستراتيجية الأساسية التي لعبت دور يعني خاص ودور متميز خلال دور رائد في هذه المسيرة. وهذا الجيش يعني يشهد له خلال 16 سنة الأولى من الحرب يعني أنه ركع القوات المغربية وأسر حوالي أكثر من 4000 جندي مغربي، وهزم القوات المغربية حتى جاء المغرب ليطلب تنظيم استفتاء ويطلب وقف إطلاق النار. إذن يعني كان يعني الجيش يعني بارز خلال هذه المسيرة. خلال الفترة
فترة وقف إطلاق النار وفترة لا سلم ولا حرب، كان الجيش الشعبي الصحراوي له دور، استطاع على أنه يؤسس هذه المؤسسة العسكرية ويعطيها بعدها يعني الاستراتيجي وبعدها يعني في الدولة، حيث كانت أصبحت 7 مؤسسات بدلا في البداية كانت يعني تجربة متواضعة وكانت إمكانيات محدودة وكانت تجربة يعني قليلة في مختلف الاختصاصات، لكن خلال هذه الفترة استطاع الجيش أن يصبح 7 مؤسسات، استطاع على أنه يصبح لديه مدارس عسكرية، استطاع على أن هذا الجيش يصبح له حضور يعني في المنطقة، حضور قوي حتى في المنطقة، فأصبح كل حضوره على مستوى الاتحاد الافريقي، كل التجمعات الافريقية التي تتعلق بالجانب العسكري والجانب الدبلوماسي أيضا والجانب العسكري والأمني، أصبح جيش تحرير الشعبي الصحراوي حاضر فيه، أصبح له دور في محاربة المخدرات والجريمة المنظمة في المنطقة، أصبح شريك يعني في المنطقة وأصبح له دور. الآن جيش تحرير الشعبي الصحراوي الآن متواجد على كل خط، الخط الذل والعار، حزام الذل والعار متواجد عليه منذ 13 نوفمبر خرق وقف إطلاق النار بطرف القوات المغربية، وأصبح اليوم يعني جاهز وأصبحت له يعني إمكانيات وله استعداد وله جاهزية يقول كلمته عبر الرصاص وعبر السلاح. نعم. لاستعادة السيادة. نعم. نعود حوالي إلى الوثائقي لما نشاهد. نعم. تلك الفتاة التي ترتدي لباس يعني التلميذة وعلى الطاولة ووفق منهاج دراسي ومنهاج مدروس ومخطط له، ليست تلك العشوائية التي تحاول بعض وسائل الإعلام تصويرها للشعب الصحراوي هنا بهذه الصورة، تضرب عرض الحائط كل ما يمكن أن يصور كذبا. نعم، الدولة الصحراوية خلال هذه السنوات كلها حوالي الآن في الذكرى 45 يعني بنات هذه المؤسسات وكانت واعية بمهامها ومسؤولياتها أمام الشعب وأمام التاريخ، ويعني المستوى الجانب الثقافي الذي تحدث عنه يعني أعطت أولوية لهذا الميدان وأبرزت الهوية الصحراوية من خلال المهرجانات، من خلال وزارة مختصة، الوعي الوطني والضمير الوطني، الضمير الوطني والوعي والثقافة المتميزة للشعب الصحراوي، وكان لها يعني دور في إبراز هذه الثقافة وهذا التميز الثقافي لدى المجتمع الصحراوي، وكان يعني بروز يعني الجانب الثقافي والوعي الثقافي والحضور الثقافي والمهرجانات الوطنية والدولية التي أقيمت لإبراز يعني هذا الجانب وإعطاء صورة للشعب الصحراوي بالصورة المتميزة وبالثقافة المتميزة وبالوعي وبالحضور والمكان الذي يتميز بها. وليس على هذا المستوى فقط، بل الدولة الصحراوية مثل ما رصد الوثائقي يعني كان يعني لها دور في كل الميادين. نعم. في جانب التعليم، في جانب الصحة، والأسرة أيضا والمرأة، الأسرة وبناء المجتمع والشباب، إذن كانت يعني دولة يعني تبني للمستقبل وتكيف بناءها المؤسسات مع واقعها كحرب وكلجوء، وبنظرة مستقبلية نعم وبنظرة مستقبلية لبناء دولة تكون في المستقبل جاهزة. المهم في هذا أنه هذه التجربة كلها هي تجربة صحراوية يعني من عمق يعني 100%، وإدارتها وما يديرها هما إطارات صحراوية وشباب، خاصة رأيناهم في هذا الوثائقي. نعم، فالتعليم الآن نسجل يعني ميات يعني الخريجين الجامعيين في مختلف الاختصاصات والتي الآن تدير المؤسسات الوطنية الصحراوية والآن متواجدة في المؤسسة العسكرية، إذن هذا إنجاز يحسب رغم يعني قلة الإمكانيات، رغم صعوبة الظروف، رغم يعني الحصار والاستعمار، ورغم الوضع يعني الخاص وهو وضع الحرب ووضع اللجوء. في ميدان الصحة يسجل الدولة الصحراوية حسب الشريط أنه يعني لعبت دور في 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 هذا الميدان الصحي، بتوفير الجانب الخدمات الصحية، بتوفير الجانب الخدماتي، ببناء مؤسسات يعني تتكيف مع جوارية الواقع، بتوفير وفتح علاقات مع الهيئات
والمنظمات الدولية ذات الصلة بهذا الميدان وكانت لها علاقات، ودور إضافة إلى يعني الدور الحليف والجزائر وما ساهمت به وما ساعدت به في هذا الجانب من تاطير ومن تكوين للأطباء ومن تخصصات في الجامعات. إذن حتى التنظيمات الدولية كان الله أيضا لها جانب لأفادتكم بالخبرة يعني في تقديم الخدمات الصحية على سبيل المثال. نعم خاصة في كوبا كان لنا مجموعة كبيرة من الخريجين الأطباء والدكاترة خريجين من كوبا. إذن الآن المؤسسات الصحية يعني تغطي القائمة تغطي الحالة الصحية، وإلى حد الآن والله خلال هذه السنوات يعني لم يسجل أي أمراض يعني معدية ولا أي أمراض يعني من الأمراض التي توجد في الكثير من الدول تتفشى في كثير من الدول. نعم إذن على المستوى الصحي، على مستوى الخدمات الهلال الأحمر الصحراوي كان له حضور متميز ولعب دور كبير خلال هذه السنوات في توفير كل ما يمكن توفيره من المواد الغذائية وغيرها، ولم تحدث خلال هذه السنوات أي مجاعة أو نقص، حيث كانت هناك له علاقات وتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية، نشاط دائم مع هذه المنظمات مع الهلال الأحمر الجزائري ومع المنظمات الدولية، وكان يعني دوره بارز حيث وفر هذه الخدمات ووفر الظروف الملائمة لوضعية اللاجئين الصحراويين، ويسجل حتى على مستوى الأمم المتحدة الهيئات المتخصصة فهي تسجل على أنه يعني كانت كل المساعدات والدعم التي تأتي للشعب الصحراوي كانت تتم تنظيمها وتوزيعها بشكل عادل وبشكل يعني منظم، وكان يعني كذلك شعب منظم رغم يعني معاناته ورغم تجربته، لكن كان شعب منظم لأن الوعي يتغلب على النقص الإمكانيات. نعم بالفعل. إذن 41 عاما على طريق التحرير والبناء، اليوم 27 فبراير 1967 76 عفوا لإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية، ندخل اليوم ونحن في 2021 العقد منتصف العقد الرابع. إذن ما هي كلمتكم بمناسبة هذا الاحتفال بمنتصف العقد الرابع 45 عام من البناء والتحرير؟ هو 45 سنة يعني كان فيها الشعب الصحراوي قدم وقام بالكثير من الإنجازات يعني المهمة والكبيرة وفي ظرف وجيز. فلما نذهب إلى الجانب الدبلوماسي الحضور الصحراوي على مستوى يعني الهيئات الدولية، فالآن يعني يعترف بالدولة الصحراوية، حوالي 80 دولة تعترف بالدولة الصحراوية. هناك يعني في مختلف القارات مختلف دول الغارات تتواجد تمثيليات تمثل الشعب الصحراوي، تمثيليات دبلوماسية متواجدة تمثل الشعب الصحراوي. على مستوى الأمم المتحدة كانت يعني خلال هذه السنوات كلها يعني محاصرة تامة لكل يعني المشاريع والأطروحات للاحتلال المغربي وما وراه فرنسا وإسبانيا من محاولة القضاء على الشعب الصحراوي وتمرير الكثير من الأطروحات، فكانت محاصرة على مستوى يعني الأمم المتحدة، وكان يعني عمل جبار على هذا المستوى يطلع به المسؤولين الدبلوماسيون الصحراويين. نعم الدبلوماسية الصحراوية على مستوى الاتحاد الأفريقي أصبحت الدولة الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي، وأصبحت يعني لها مكانتها ولها دور شريك فعال ايضا وهو داخل الاتحاد الفعال. نعم شريك فريق. فعال في كل في كل في كل في كل يعني هياكله وفي كل يعني برامجه وفي كل يعني سياسات الاتحاد حتى في المنافسات القاريه ايضا والمنافسات الاقليميه، فالجمهوريه العربيه الصحراويه ايضا حاضره. نعم ويعني فرض حتى يعني فرضت على المملكه المغربيه ان تجلس الى جانب يعني وهذا اعتراف تجلس إلى جانب الدولة الصحراوية إلى جانب الرئيس الصحراوي إلى جانب الرموز الصحراوية، وهذا يعني اعتراف ضمني وصبحت يعني كأنها يعني دولتين موجودتين في الاتحاد الأفريقي. إذن هذا يعتبر اعتراف صريح وهذا يعني مجهود دبلوماسي يعني خلال هذا السنوات تحققه. نعم نشكرك السيد محمد الأمين على كل هذه التوضيحات، بارك الله فيك. إذن 41 عاما على طريق التحرير والبناء من إنتاج التلفزيون الوطني الصحراوي بصوت محمد إسماعيل، أنجز هذا الروبورتاج في 2017.
نشكركم على كل. سوف نتناول في وثائق في أعداد أخرى من الوثائق جملة من القطاعات التي شاهدنا منها نبذة في هذا الوثائق. أشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، إلى أن نلقاكم خلال العدد القادم بإذن الله. أقول لكم سلام.